دعاء سيدنا أيوب عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك اليوم فأعذني، اللهم إني أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجيرك اليوم من جهد البلاء فأجرني، وأستجيرك اليوم من جهد البلاء فأجرني، وأستغيث بك اليوم فأغثني، وأستغيث بك اليوم فأغثني، وأستصرخك اليوم على عدوك وعدوي فأصرخني، وأستصرخك اليوم على عدوك وعدوي فأصرخني، وأستنصرك اليوم فانصرني، وأستنصرك اليوم فانصرني، وأستعين بك اليوم على أمري فأعني، وأتوكل عليك فأكفني، وأعتصم بك فاعصمني، وآمن بك فآمني، وأسألك فأعطني، وأسترزقك فارزقني، وأستغفرك فاغفر لي، وأدعوك فاذكرني، وأسترحمك فارحمني.